اسمعوا لهذه القصة. أحمد بن حنبل كان يجلد جلدا عظيما في فتنة خلق القرآن، وفي آخر لحظات حياته قبل موته جاء أحد الجلادين الذين كانوا يقطعون السياط على ظهره وطرق الباب وخرج عليه ابن الإمام فقال: استسمح لي من أبيك واطلب من الإمام أحمد أن يعفو عني، فقد ظلمته وأخطأت في حقه. فلما دخل الابن على أبيه قال: يا أبتي، هذا فلان الجلاد عند الباب يطلب منك العفو. فقال الإمام: قل له أني قد عفوت عنه لوجه الله، لا أريد منه شيء، لا دنيا ولا آخرة. فاستغرب عبد الله بن الإمام فقال: كيف أبي بهذا البساطة؟ فقال له: يا بني، إذا كان يوم القيامة نادى منادي: من كان أجره على الله فليقم، أتعرف من هم الذين أجرهم على الله؟ قال: من؟ قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.